خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا دينا شرف ونعرف منها اجابتها على سؤال الحلقه النهارده وكمان اخبار الطقس ايه النهارده. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير فسان. صباح الخير يا شادي. صباح الخير صباح دينا. السعادة والتفاؤل. بتهدي ازاي؟ الست لما بتكون غضبانه بتهدى من كلمه طيبه، كلمه واحده والله بنرضى بيها. مش الله عليك يا دينا. انا شايفه شادي مش مقتنع جدا بالنسبه ده. انا مش مقتنع. بس خليني اقول لكم حاجه، احنا عندنا حالتين، لو الست غضبانه وانت غلطان بالفعل قدامك ثلاث حاجات لازم تعمله. اول حاجه ان انت تحتويها، تاني حاجه ان ما تقللش من غضبها ومن زعلها، تالت حاجه لو انت اعترفت ان انت غلطان هتهدى على طول، لكن المكابره واسلوب قلب الترابيزه ده بيعصبها اكتر وبيخليها غضبانه اكتر. حاله ان هي اللي مش غلطانه وهي بس ممكن ضغوط الحياه والمشاكل والتراكمات اللي جواها مخليها بتتلكك على حاجه صغيره، برضه حاول تراضيها، لان هي في كل الحالات كائن رقيق جدا جدا ومحتاج ان هو يتعامل بلطف واهتمام وحنان، هيكون يعني زي الفل، ما تقلقش منها خالص بالعكس. لكن المكابره هي اللي بتعصب وبتكبر المشكله اكتر واكتر.